رتل القرآن كما أنزله الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات. ولقد إذا عندي القلقلة في القاف طبعا في الدال والقاف حرف مستأنف. ولقد إذا ننتبه لتجاور الحروف ما قلتش ولقد. ولقد جاءكم موسى. جاءكم عندي مد متصل واجب ست حركات. جاءكم موسى بالبينات. الميم مع الميم عندي هنا إدغام أكمل ما يكون بغنة أكمل ما يكون. يلا جماعة ولقد جاءكم موسى بالبينات. موسى في الفتح والتقليل لأنها جاءت غير رأس آية. بالبينات غندير في ليه؟ النبر نعم نضغط عليها شوية. بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ثم بمشددة قلنا مقدارها حركتين. اتخذتم الذال مع التاء خوض القدام ثابت تقارب هذا إدغام وتقارب. الذال مع التاء نعم تدغم الذال في التاء إدغام تقارب. ثم اتخذتم إذا ما نطقش بالذال نهائيا. اتخذتم نعطي استعلاء للخاء. ثم اتخذتم العجل عندي القلقلة في الجيم من بعده وأنتم ظالمون. من بعده عندي قلف نعم وعندي المدسنة الصغرى هي
وأنتم إخفاء بغمة مرقة ظالمون. ظالمون إذا الظاء مستعلية. نعم الميم مع الظاء عندي إظهار شفوي. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذا أخذنا عندي هنايا ممتاز عندي نقل الحركة. ميثاقكم ورفعنا شو عندي؟ إظهار شفوي. ورفعنا فوقكم الطور. ميم جمع بدنا همزة وسط وضمة. هذيك الطور كيف هي الراء؟ مفخمة. مفخمة وسنوقف لأن لا يوجد سبب ثقيل. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ما آتيناكم عندي جوج ديال المدن. عندي مد منفصل انفصال حقيقي. ما آتيناكم مد بدل حقيقي. إذا ستة في أربعة. ما آتيناكم بقوة واسمعوا. إخفاء شفوي الميم مع الباء. بقوة واسمعوا. إدغام ناقص بغنة والنبر في الواو. قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا توصل في العين. وعصا صا الصاد مستعدية. وعصينا نخش وعصينا ناخذ راحتي الترقيق للعين عاد ندوز الصاد. وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا الراء مرققة لأن بصورة في قلوبهم العجل. ميم الجامعة بعد منها همزة وصل صدام. بكفرهم الراء غتكون هنايا مرققة لأن بصورة. قل بسما يأمركم به. بسما إذا هنا بسما ألحقت ب بالمد بالهم الساكن المفرد يبدله وشحف مد من جنس حركة ما قبله. هذه ليست فاء الكلمة ولكنها أبدا. إذا ألحقت بالهم الساكن المفرد. بسما يأمركم به. الأصل يأمركم أبدله هو هذاك الهم الساكن حرف مد من جنس حركة ما يأمركم جماعة. يأمركم يأمركم به. عندي الميم مع الباء إخفاء. به إيمانكم. إذا مد السرى الكبرى. إيمانكم مد بدل. إيمانكم من جمع بعد قطعت وضم وتمسك حركة. إن كنتم مؤمنين. نون مع الكاف إخفاء لغنة مرققة. كنتم كذلك إخفاء. ميم مع الميم إدغام أكمل ما يكون. غنضبطوا هذه الآيات إن شاء الله وندوزوا الآيات أخرى. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. جماعة قل إن كانت لكم الدار الآخرة
الله خالصة من دون الناس تتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنه أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ننصم بالأحكام قل إن كانت لكم الدار الآخرة إذا الأصل قل هذه لام الفعل وجاءت متطرفة لام ساكنة جاءت متطرفة بعد منها همزة مكسورة إذا هنا شنو عندنا في الرواية ديالنا عندنا ما يسمى بنقل الحركة تنقل حركة الهمزة إلى الساكن ما قبلها إذا هذاك الألف اللي كتشوفها هو كرسي ديال الهمزة إذا ما تلفظوش به نهائيا ديك الكسرة نساوها غتنطقوا من اللام المكسورة النون قولين كانت لكم جماعة كانت لكم التاء في انحباس الصوت وجريان النفس لكم الدار كيف هي الراء لا يوجد سبب لترقيقها إذا قلنا راء ترقق لثلاث أسباب عندك كسر وعندك الياء الساكنة وعندك الإيمال هما ثلاثة أسباب يخرجوا أسباب أخرى إذا هنا ما كاين حتى شي سبب ما كاين كسر ما كاين إيمال لا قبل ولا بعد ما كاين ياء ساكنة إذا فهي تفخر وصلا ووقفا لكم الدار الآخرة الأصل الآخرة إذا آخر مد بدل حقيقي دخلت عليه التعريف أصبح مد بدل منقول المغير بالنقل الآخرة هذا يقرأ في الرواية ديالنا بعدة أوجه إلا بديت بهم يمكن يبدأ بهمزة وصل ثم يمكن يبدأ بلام تعريف إذا قلت الآخرة عندي ثلاث أوجه تثنيت البدل نقول الآخرة الآخرة أربع حركات الآخرة ولكن إلا بديت بلام تعريف عندي القصر وجه القصر فقط الآخرة الآخرة عند الله خالصة من دون الناس عندي إخفاء بغنة مرققة عند الله نعم ممتاز أمينة الآخرة الراء مرققة لأنها مسبوقة بكسر لازم عندي إخفاء بغنة مرققة عند الله إذا النار جمال نعم فخم لماذا بل من نفتح خا خالية صوتا انتبهنا لتجاور الحروف خا المرتبة العليا من الاستعلاء ونجيب اللام مرققة خالي لا أقول خالية صوتا خالية صوتا خالية صوت الصاد مستعلية ومطبقة خالصة من دون الناس خالصة من إدغام أكمل ما يكون بغنة أكمل ما يكون من دون الناس إخفاء بغنة مرققة الناس هذا الدرس اللي درناه في الحصة المبتدئة في الصباح النون والميم مشددتين كتكون النون فيها الغنة في مشددة والميم فيها شدة كنعطيوها غنة مقدارها حركتين إلا قدرتي تبداي تجي أمينة بداي تجي من الأفضل نعم مع العشرة مع 11 11 كنبداو إذا الناس غنعطي الغنة على دوز المد من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا عدلون مشددة كذلك غنى مقدارها حركتين نعم ممتاز إذا وقفنا على الموت عندي مثلين غير مهموس كان هذا حركتين أربع حركات
ست حركات، ولكن عند الوصل كتبقى قراءة الحروف. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، عندي إخفاء بغنة مرققة، كنتم كذلك إخفاء بغنة مرققة، الميم مع الصاد إظهار شفوي. انتبهي أخواتي، صادقين جدا مرققة، نقول صادقين صادقين. إذا ولات لي الدال قاف دال ضاد جماعة. صادقين صادقين. عودوا هذه الآية. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. انتبهنا كن جماعة كنتم، جيبوا لي الإخفاء بغنة مرققة. إن كنتم صادقين جماعة. إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولي عندي إدغام ناقص بغنة. يتمنوه نون مشددة غنة مقدارها حركة. أبدا بما قدمت أيديهم. أبدا قلب ممتاز. بما قدمت أيديهم، قدمت أيديهم عندي نقل الحركة. والله عليم بالظالمين. والله الذي اسم جلال مقام من افتح. عليم بالظالمين، اصل عليم بالظالمين قلب. نعم ممتاز. بالظالمين الى وقفت غيكون هذا كيتسمى عارض السكون، حركتين حركات ست حركات. ولتجدنهم احرص الناس على حياة. ولتجدنهم نور مشدد غنة مقدار حركات. من جمع بابنا مزاز قطعت ضم وصمت بست حركات. أحرص أحرص، الهمزة مرققة، الحاء مرققة، الراء مفخمة، والصاد مستعلية مطبقة جماعة. أحرص تقولوا أحرص أحرص أحرص. نديروها بالنورانية. همزة فتحة حا سكون. أح را فتحة را أحرى. صاد فتحة ص أحرص. يلا عودوا. همزة فتحة حا سكون. أح را فتحة را أحرى. صاد فتحة ص أحرص. باقي هذيك الحاء يلي علاش قلت لكم انا بغيتكم ترقوا لي الحاء، علاش قرينا بقاعده النورانيه سمعوا. همزه فتحه حا سكون. اح را فتحه را اح را اح را. صاد فتحه ص اح را ص اح را ص. رجمعة. همزه فتحه حا سكون. اح را را مفخمة. را فتحة را أحرى. صاد فتحة ص أحرص. أحرص الناس على حياة. الناس دوين على غنة مقدار حركتين على حياة. هذا فيها جوج المذاهب، كاين اللي قال أنها بحال بحال عرض السكون، حركتين أربع حركات ست حركات ومعشرة الكلمات. حياة مشكاة نجاة مناه إلى آخره. الصلاة الزكاة. وكل اللي قال لا، هذا ما يسمى بمد الخاص، خداو على بحال شكل ديال اللاي. المهم هذه فيها خدمة خاصة السبورة. ومن الذين كنت شرحت الأخوات في السبورة في المسجدين. ومن الذين أشركوا نعطي الهمزة مرققة والشين فتفشي بدون قلقلة. أشركوا يود أحدهم أشرك الراء مفخمة. يود أحدهم لو يعمر
نار. ميم معلام إظهار شفوي يعمر ميم مشددة غنى مقدار حركتين راء مفخمة ألف سنة دائما التاء المربوطة كنوقفوا عليها بهاء مفهوم وما هو بمزحزحه جماعة وما هو بمزحزحه بمزحزحه متقفلوش يا الحاء بمزحزحه الحاء فيها رخاوة فيها همس يلا بمزحزحه بمزحزحه إذا هذيك هاء الصيلة نعم مثل الصغرى من العذاب العذاب انتبهنا للدال معجمة لا أقول من العذاب من العذاب أي يعمر عندي نون مع الياء إدغام ناقص بضم الميم فيها غنة مقدار حركتين راء مفخمة والله بصير بما يعملون بصير هنا والله اللام ديال اسم جلالة مفخمة نقبل منها فتحة بصير بما عندي راء ورقاقة قبل من ياء سكونها ممتاز بصير بما يعملون عندي هنا يا قلب إذا نحاولوا نضبطوا هذه الآيات ونجمعوا مع آيات أخرى وندوزوا عرض السكون يعملون يلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون رجمات قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أولما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون رسم بالأحكام قل من كان عدوا لجبريل قل إذا دائما هذه لام الفعل جاءت متطرفا بعد منها حرف الميم إظهار قل من إذا ننتبه لتوسط اللام قل من كان عندي إخفاء بغنة مرققة عدوا لجبريل عدوا لإدغام أكمل ما يكون بدون غنة لجبريل فإنه نزله على قلبك لجبريل عندك الباء القلقلة والراء مرققة أنا مقصورة فإنه نزله هذه هاء الكناية أو هاء غائب المفرد المذكر جاءت بين حركتين توصل بصيغتها هذه الواو الصغيرة ولقفت بنقف بها ساكنة على قلبك بإذن الله مصدقا
بإذن الله اللام مرققة لأن مسبوقة بكسر مصدقا لما إدغام أكمل ما يكون بدون غنة لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى أنا عندي إدغام ناقص بغنة بغنة لا مش الغنة اللي هي اللي ناقصة إدغام ناقص بغنة ليس الغنة هي الناقصة الإدغام لا يتم 100% هذيك وهدى 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 إلا قفت عليها فيها الفتح والتقليل الفتح والتقليل لأن غير رأس آية ولو وصلت عندي إدغام وهدى هذه كتسمى التنوين المقصود وبشرى هذه من دوات الراء فيها التقليل وجها واحدا والراء مرققة بسبب ألف الممال بعد الراء وبشرى للمؤمنين أعطيت الصوت لله للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته من كان إخفاء عدوا لله إدغام أكمل ما يكون بدون غنى لله إلا مرققة أكمل منها قصرة وملائكته مد متصل واجب ست حركات وملائكته ورسله نمت الصلة الصغرى ما دامت هاء الكناية مكسورة فوصلت بصلتها هي صغيرة كون كانت مظلومة غتكون من بعد منها واو صغيرة وجبريل بدرعتها الباء كنقلقها للراء مرققة وميكائيل مد متصل واجب ست حركات فإن الله عدو للكافرين إن نون مشددة غنة مقدارها حركة إن لم دل اسم الجلال المفخم من أنقل المفتحة عدو للكافر إدغام أكمل ما يكون للكافرين هذه الكلمة قللها ورش هكذا للكافرين الراء مرققة وللكافرين عارض للسكون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أنزلنا قبل من نارق الحركة ولقد أنزلنا نعم أنزلنا إخفاء ثم مد منفصل إليك آيات بينات مد بدل آيات بينات هذه قلب وما يكفر بها إلا الفاسق ست حركات مد منفصل انفصال حقي أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم عهدا نبذه إدغام أكمل ما يكون بغن أكمل ما يكون نبذه مد سن صغرى فريق منهم راء مرققة فريق منهم إدغام أكمل ما يكون منهم عندي إظهار بل أكثرهم لا يؤمنون أصل بل أكثرهم عندي نقل الحركة لا يؤمنون أصل فيها لا يؤمنون إذا أبدل الهمزة ورش الهمزة ساكن المفرد حرف مد من جنس حركة ما قبل لأنه فاء الكلمة على وزني لا يفعلون إذا ضبطوا هذه الآيات وجمعتهم بإذن الله لا يؤمن مي وميكائيل إذا انتبهوا ما تزيدوش الياء حتى الهمزة وميكائيل حركة يلا عودوا وميكائيل عودوا وميكائيل لومي حركتين وميكائيل عودوا نعم ممتاز نعم مد متصل واجب يلا نحاولوا نضبطوا هذه الآيات ونجمعوا التمر